عندما تصرخ الصقور في السماء، تهرع الحيوانات التي تعتبر نفسها فريسة لها للاختباء. فمن يجرؤ على مواجهة الخطر القادم من السماء؟ فقانون الغابة والبراري معروف: البقاء للأقوى. إن الطيور الجارحة كالصقور والنسور والعقبان لها هيبة ومكانة بين الحيوانات المفترسة. فالفرائس على الأرض تدرك مدى خطورة أي هجوم يأتي من الأعلى. عندما تجوع الصقور تبدي شراسة لا مثيل لها وتمسح كل المخاوف والريبة من قوائمها، فتهاجم فرائس أكبر منها حجما وتنقض على المستحيل. تهوي من السماء بسرعة عالية كأنها قطعة حجر وضعة فريستها نصب أعينها، هجومها هجوم قاتل أو مقتول. ما هو السر؟ هذا ما سنطلعكم عليه اليوم، ولكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب. صقر الشاهين هذا لا يغركم صغر حجمه، فعندما يجوع لا يوفر أي فريسة في مدى رؤيته، وبالاستعانة بمخالبه الحادة وبالمخلب الخلفي حصرا يضرب فريسته ضربة واحدة، حيث يستخدم مخلبه الخلفي الذي يشبه آلة جز العشب، ويستغل مع مخالبه أيضا قانون الجاذبية. فعندما ينوي الانقضاض السريع لابد له من الارتفاع عاليا ثم الهبوط الحر. مستغلاً الجاذبية لتزيد سرعته، ومن ثم بضربة واحدة من مخالبه الحادة كحدة السيف يردي فريسته، مع أنها تكون أحياناً أكبر منه بأضعاف. فها هو العقاب حين تملكه الجوع، انقض على ثعلب يفوقه حجما واضعا قوانين الأحجام والخوف جانبا. وبكل إصرار وبدون تراجع حصل على فريسته. غير آبه بخطورة هذه الأنياب لدى الثعلب.